السلام عليكم، معك الطالب الباحث عبد القادر الريفي، باحث في مجال السيكولوجيا بشكل عام، واللي بحقا عنده علاقة كبيرة بمجال الطب النفسي. أتابعه في حق دراستي بسلك الماستر تخصص علم النفس العصبي المعرفي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية دار مهراز فاس. هذا التخصص يعني في الحقيقة الفتي والفتي جدا، لأنه ينفتح على مجالات متعددة، وهو في الحقيقة في خدمة المجتمع بشكل عام. هذا فيما يخص التخصص اللي هو يعني له علاقة كبيرة بمجال الطب النفسي والخدمات النفسية بشكل عام. بالإضافة إلى هذا السيد اللي هو تيسير بن خضراء، كنت طالبا له يعني سنة 2015، فكان يقدم لنا مادة تحت عنوان الفارماكولوجي اللي هو علم الأدوية أو إلى ما غير ذلك. فلذلك فنحن جد فخورين بهذا الأستاذ الذي يعني هو محال على التقاعد في السنوات المقبلة، وهذه فرصة لكي يعني نكرمه بالمناسبة، ونتمنى الله سبحانه وتعالى أن تكون تكريمات يعني كبيرة ومتعددة إن شاء الله في المستقبل، وشكرا لكم.